طبعا بالنسبه للخصائص الاخرى التي تتصل بمفهوم الرياده عند محمد الماغوت، انا حقيقه حكيت يعني توقفت عن بعض النقاط حتى الان ثلاث او اربع نقاط، لكن ايضا تبقى نقطه اذا شئتم يعني ايضا كانت وتظل محوريه في تقييم تجربه محمد الماغوت، وهي ان حداثته كانت حداثه فطريه، والى حد كبير كان ينفر من الحداثيين. بأي معنى؟ يعني هو كان يكتب شعرا حداثيا دون أن يزعم أن هذا الشعر جاء من تنظير حداثي أو من تربية نقدية وفلسفية حداثية، على العكس تماما، كان يشعر أن مجرد تفكير صاحب النص الشاعر بأن يكتب شعرا حداثيا خارج السجية هو شكل من أشكال التكلم، ولهذا طبعا لهذا هو انفصل عن مجموعة شعر في فترة مبكرة، يعني هو بدأ معهم سنة أواخر الخمسينيات وانفصل، اسمحوا لي سوف أبحث عن الفقرة التي كتبها ضد مجلة شعر، انفصل عنها بعد ثلاث سنوات مش أكثر يعني بالتالي لم ينسجم كشاعر وربما كإنسان، وهذا لا يعني أي بعد سياسي، لم ينسجم مع هذا التنظير الحداثة الذي لا يتجلى في الشعر كما يتجلى في الكتابة النقدية، بالتالي كانوا شعراء همهم أن ينظروا للحداثة وليس همهم أن يعني يستدرجوا الذائقة إلى الحداثة بحيث أن يلعب الشاعر دورا تربويا أيضا في التربية الجمالية للكائن. طبعا